بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض سورة البلد، طبعا آياتها كلها حفظ، هنقراها مع بعض. هقراها الأول بعدين نعرف آياتها بتتكلم عن إيه ومعانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. طبعا سورة البلد آياتها جميعا حفظ. ناخد معاني الصورة، بعض المعاني. البلد طبعا مقصود بيها مكة المكرمة. مكة ايه؟ المكرمة. كبد معناها مشقة وتعب. لبداء اي كثيرة. النجدين طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين اي طريق الخير وطريق الايه؟ الشر. مسغبة مجاعة شديدة، متربة فقر شديد. أصحاب الميمنة أي أصحاب الجنة، أصحاب المشأمة أصحاب النار. سورة البلد تبدأ بالقسم بالبلد الحرام أي مكة المكرمة، أي مكة المكرمة. أقسم الله بهذا البلد، وأنت حل بهذا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يقسم الله تعالى بمكة المكرمة دلالة على المكانة العظيمة لمكة لإقامة الرسول فيها. طبعا ده شرف كبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى في مقيم في مكة، فأقسم الله بها تعظيما لها. ووالد وما ولد، يقسم الله تعالى بآدم عليه السلام أول الخلق وذريته، جميع البشر من ذرية سيدنا آدم عليه السلام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلق الله عز وجل الإنسان في شدة وعناء بهذه الحياة الدنيا. ثم تتحدث السورة عن الكفار الذين غرتهم قوتهم وعلو مكانتهم، فعاندوا الحق وكذبوا الرسول وما يدعو إليه، ظانين أن أموالهم ستنجيهم من عذاب الله تعالى. أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، أي يظن الإنسان أن الله تعالى لن يقدر عليه. يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول الإنسان لقد أنفقت مالا كثيرا، ضيع أموال وصرفها وأصرف فيها. أيحسب أن لم يره أحد، أي يظن أن الله تعالى لا يره أو لا يعلم ما يقوم به. يعني الإنسان بيحسب أو يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يراه. ثم يذكر الله تعالى ما أنعم به سبحانه على الإنسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أي ألم نجعل للإنسان عينين يبصر بهما، أي يرى بهما، ولسانا وشفتين ينطق بهما. وهديناه النجدين، أي بينا للإنسان طريقي الخير والشر، يعني ربنا عرفه طريق الخير وطريق الشر. فلا اقتحم العقبة. العقبة هنا معناها اللي هو طريق الخير، أي يعني ربنا هداه لطريق الخير وطريق الشر، فهو اختار فلا اقتحم العقبة، يعني ما دخلش طريق الخير، أي المجاهدة لفعل الخيرات للفوز بالجنة. لكن الإنسان لم يجاهد نفسه لينجو من عذاب النار ويفوز بالجنة بفعل الخيرات. ومن هذه الخيرات طبعا أنواع الخيرات كثيرة وأبواب الخيرات كثيرة. ومن هذه الخيرات إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي إطعام اليتيم والفقير حين يشتد الجوع.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أن يكون من أهل الإيمان بالله تعالى الذي يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعته سبحانه والتراحم فيما بينهما، أي يعني الإنسان يكون من أهل الإيمان ويتحلى بالصبر بما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم يبين الله تعالى وضحت الآيات الفرق بين المؤمنين والكفار وجزاء كل واحد منهما، اللي اختار طريق الخير كان جزاؤه أولئك أصحاب الميمنة، أي هم هؤلاء الذين يقومون بتلك الأعمال الصالحة ويؤمنون بالله ويفوزون بالجنة، واللي اختار طريق الشر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، أما الكفار فيعذبون في النار. من سورة البلد تعلمنا أن نكون قوي، علمتنا سورة البلد أن نكون ذو قوة إرادية، أي نتحمل ونصبر على الصعوبات لأن الله خلقنا في كبد وهذه سنة الحياة، فلازم نصبر. يبقى أول حاجة أن أكون قوي الإرادة وأصبر على الصعوبات. تاني درس أن أتذكر دوما أن الله سبحانه وتعالى يراني عندما أقوم بفعل معصية أو أتكلم عن حد بغيبة أو أعمل حاجة تغضب ربنا، أتذكر دوما أن الله سبحانه وتعالى يراني، وأن أكون رحيما وعطوفا أساعد كل من يحتاجه.